ما عدم أحد منا كرم الله فالله كريم وأكرم، أكرم عباده مذ خلقهم إلى يوم يلقونه، وكرمه لا منتهى له، ومن شكر الكريم زاده كرما، ثم يظل كرمه يزداد ما دام المكرم عليه شاكرا. وأهل الجنة هم أهل الطاعة في الدنيا، أكرمهم الله فيها بأعظم الكرم، فنالوا شرف الطاعة وتاج العبودية، فأنالهم الكريم أجرا كريما، وأدخلهم بكرمه دار الكرامة والمقامة. Look from where you're standing, look around yourself, feel the love around you, you can't even tell. أما أهل الشقاء فهم الذين ما عرفوا للكريم عليهم فضلا، فتمردوا بالعصيان لؤماء، وإخوانهم يمدونهم في الغي قرناء، فنزلوا من درجة الاصطفاء إلى دركات الغي والشقاء، ثم هم في حرمان متلاطم وضنك ملازم وعذاب أليم وشدة وجحيم. والسبب أنهم لم يشكروا الكريم ولم ينيبوا إلى البر الرحيم، فكان ذلك لهم جزاء، ولولا كرمه وحلمه لما أبقاهم على ظهرها، ولمنع عنهم شمسها وظلها.